بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة في موضوع عن حواء أمنا عليها السلام، براءة أمنا حواء عليها السلام ودورها ورسالتها في الحياة. لماذا هذا الموضوع؟ كلما حل شهر مارس إلا ويصادف اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، ولعلكم تتابعون جميعا هذا النقاش والحوار المحتدم والساخن أحيانا حول موضوع المدونة، مدونة الأسرة المغربية التي تنظم العلاقة بين المرأة والرجل والعلاقة بين أفراد الأسرة. أكيد أن المرجعيات التي تصيغ هذه المدونة هي مختلفة ومتباينة. هناك المرجعية المحافظة، وهناك المرجعية الحداثية، هناك المرجعية الإسلامية، وهناك المرجعية التي تعتمد على المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. مرجعية مختلفات، ولهذا وقع التباين. وأحيانا يكون هناك النفوذ السياسي والرغبة في التحكم السياسي حاضرة بقوة. نحن إن شاء الله تعالى في هذا الأسبوع كل يوم نتناول قضية من قضايا المرأة، ولكن سوف نعود إلى الأصول، نعود إلى التاريخ القديم، نعود إلى الكتب المقدسة السماوية، ومن خلالها نعرف من هي المرأة، ما طبيعة المرأة، وكيف ينبغي أن يتعامل معها الرجل. لهذا كان أول موضوع نبدأ به اليوم هو عن أمنا حواء عليها السلام. أمنا حواء هي اتهمت في الكتب السماوية السابقة بأنها سبب الخطيئة وسبب الذنب، وجاء القرآن الكريم ليبرئها ويقول بأنها لا علاقة لها بالذنب ولا بالخطيئة، بل هي كانت على الفطرة السليمة. ثم نحاول أن نتعرف عن رسالتها في الحياة. حواء هي الأم الأولى لكل البشرية، ومن أراد أن يعرف حقيقة المرأة، أختك أو زوجتك أو زميلتك في العمل، علينا أن نتعرف عن حواء. حواء هذا الاسم هو قيل مشتق من الحياة، حواء من الحياة. كلما كانت حواء في منطقة معينة إلا وزرعت الحياة وزرعت الجمال وزرعت البهاء. وإذا غابت حواء عن أي منطقة، أي مؤسسة، أي إدارة، أي منزل، أي أسرة، غابت حواء، انتظر، سيكون هناك الفتور وستكون هناك السآمة. فحواء عليها السلام هذا الاسم اختاره الله تعالى لها من الحياة. وقيل هو من فعل حوى، مشتقا من حوى، يعني استوعب أن حواء أيما مجموعة انخرطت فيها إلا وتحتويها، تحتوي الرجل، تحتوي الأولاد والبنات، تحتوي الأسرة. فهي عندها عاطفة قوية وجبارة، هكذا خلق الله تعالى. القرآن العظيم لم يذكر اسم حواء، وإنما ذكر الزوجة. ربنا قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما. من أين جاء اسم حواء؟ جاء مبتوتا في الآثار النبوية وفي السنة الطاهرة، جاء مذكور عن حواء كثيرا. جاءت روايات صحيحة تسميها بأنها هي حواء، وحواء هي أم لكل الأجيال البشرية قاطبة، وهي معروفة في الديانات السماوية ومعروفة في الثقافات القديمة. من يدرس الثقافة البابلية أو الثقافة الأشورية أو الثقافة الهندية القديمة أو المصرية القديمة أو اليونانية، كل ثقافات معروفة حواء. إنها المرأة التي خلقها الله تعالى لتزرع الحياة. في البدء كيف كان الأمر؟ كان أبونا آدم خلقه المولى سبحانه وتعالى بيده،
ونفخ فيه من روحه، ثم أمره أن يعيش في الجنة وأن يعبد ربه. ولكن قيل أنه بعد مرور أكثر من 40 سنة أبونا آدم سوف يستوحش آدم، يعني رغم الجنة ونعيمها وما فيها من ثمار ومن طعام وشراب ومناظر جميلة وخلابة، كل هذا لم يجعل آدم سعيدا، استوحش. والله تعالى أعلم به، وهو الذي خلقه وهو الذي ركب فيه المشاعر. المعنى أن بدون المرأة الحياة تكون لا قيمة لها. استوحش أبونا آدم، ورغم أنه كان يرى الكثير من المخلوقات، يراها، يرى الملائكة، يرى الجان، ويرى الحيوانات، يرى الطاووس، ويرى البهائم، ويرى الطيور، كلها تأتيه ذكرا وأنثى. كل مجموعة من هذه المخلوقات كان أبونا آدم يراها ذكرا وأنثى، إلا هو الوحيد الذي كان ذكرا ليس له أنثى. كان بالإمكان أن الله تعالى يخلق له في التو أنثى، لكن أراده أن يحرم منها حتى يستوحش، حتى يعرف قيمتها، وإذا حصل عليها حافظ عليها ولم يضيعها. هكذا فعل ربنا عز وجل مع آدم، مع حواء. حواء حينما خلقها الله تعالى خلقها من ضلع آدم. كان أبونا آدم يأكل من ثمرة في شجرة فاستظل تحتها، وبعد فترة شعر بألم خفيف، فخرجت أمنا حواء من ضلعه. فالمرأة خلقت من الرجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالخلق الأول المرأة إنما خلقت من الرجل، وخلقت من ضلعه، لم تخلق من رأسه ولا من قدميه. إذا خلقت من قدميه فسوف يدوسها بالأقدام ويحتقرها، وإذا خلقها الله تعالى من دماغه فسيكون هناك صراع فكري محتدم. وإنما خلقها من ضلعه إلى جانب القلب والرئة، حتى تكون العاطفة وتكون المشاعر التي تربط هذا المخلوق الفريد من نوعه بآدم عليه السلام. ربنا اسمه الكريم، وحينما خلق أمنا حواء أعطاها صورة غاية في الجمال. لكم أن تتصوروا الجمال الذي في الدنيا، جمال النساء الفاتنات، هو مشتق من منبع وأصل وحيد، وهو أصل حواء عليه السلام. هي أجمل الجميلات، حتى إن أبانا آدم عليه السلام كما تروي الروايات حينما رآها أبهر بجمالها وصحق إلى هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، وصار يتقدم إليها وصار يعاملها برقة وعاطفة جياشة، ويقول أنت لحم من لحمي وعظم من عظمي. هكذا القرآن الكريم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثير نساء. أبونا آدم كان النموذج في القوة. أبونا آدم كان 70 ذراع، كان متناسق الجسد وكان فيه القوة. إذا أرأيت رجلا قويا متناسقا جذابا، فأجمل صورة هي لأبينا آدم، جمع جمال الرجال كلهم. وإذا رأيت امرأة حسناء فهي قبس من حواء، لأن حواء كانت غاية في الجمال. قيل بأن أجمل الجميلات هي حواء، وتأتي بعدها سارة. سارة هي زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام. وقيل أجمل الجميلين من الرجال هو أبونا آدم، ويأتي بعده يوسف عليه السلام، لأن يوسف خلق من نطفة يعقوب، أما آدم فخلق من صنع الله مباشرة، وهو أجمل الجمال. صورة حواء جميلة، لهذا لا تستغرب إذا رأيت النساء يبالغن في حسنهن والمواظبة على جمالهن، تجدها تنفق مالا كثيرا على رونقها وجمالها وتصفيف شعرها وتزيين ملامح وجهها، فهي
أمنا حواء كانت هكذا. أما من الناحية العقلية، الناحية العقلية ربنا خلق حواء تعيش حياة الطفولة البريئة، هكذا تصف الكتب المقدسة الجانب العقلي عند أمنا حواء. كانت إدراكها محدود وعاطفتها جياشة وفيها النوع من الطفولة البريئة، لأنها لم تشتبك بعد في نضال الحياة. هكذا هي المرأة، المرأة هي صفحة بيضاء، لما تكون صغيرة السن صفحة بيضاء طاهرة قبل أن تشتبك في صراع الحياة، هنا تجدها تتعرض للأذى، فهنا تصنع مخالب وتصنع وسائل دفاع عن حقها. وربنا عز وجل ميز حواء بالعاطفة الملتهبة، عندها عاطفة جياشة جدا، فقال العلماء هذه العاطفة هي تكمل النقاش المنطقي العقلي الذي عند حواء. قد تجد المرأة ربما قد تغلبها في المنطق العقلي، ولكن لن تستطيع أن تصل إليها في العاطفة الجياشة. هكذا خلق الله سبحانه وتعالى أمنا حواء. الله تعالى طلب منهما أن يعيشا في أمان وسلام، يعيشان في الجنة ويتنعمان في خيراتها، ولم تكن عندهم شريعة، كان كل شيء مباح، ليس هناك حرام ولا حلال، كل شيء مباح. ربنا عز وجل سيقول لهما هذه الشجرة لا تقربها. وهنا الرب سبحانه وتعالى لأنه كان يخطط منذ البدء أن الحياة الأبدية ستكون في الجنة، ولكن لابد أن ننزل إلى الأرض لنقضي دورة تدريبية صغيرة مؤقتة، ثم على إثرها تحدد لكل منا درجته، ثم نعود إلى ديارنا اللي هي الخلود الأبدي في جنات الخلد. الذي وقع هو أن الله تعالى لكي تكتمل الصورة وضع لنا ما يسمى بأرنبة السباق، إبليس هو أرنبة سباق خلقه الله تعالى لتكتمل الصورة، لأن صورة الحياة هي لابد أن يكون فيها الصراع بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر وغير ذلك صراع. فإذا كان لم يكن هناك عدو البطل فالفيلم لا يمكن أن يكتمل. حتى في السيناريو في الصناعات السينمائية دائما يكون هناك البطل وعدو البطل لتبدأ حركية الحياة. هكذا وقع في الواقع الأول. ربنا عز وجل نهاهما عن الأكل من الشجرة كما هو معلوم عند الجميع، ولكن حواء عليها السلام مع آدم أكل من الشجرة. هنا نلاحظ بأن الكتب المقدسة في التوراة والإنجيل وفي القرآن العظيم ذكرت لنا الحيثيات الكثيرة. لن أسرد عليكم الآيات في الإنجيل ولا في التوراة، وإنما سوف أختصر الفكرة الرئيسية، هي أن الله تعالى لما غضب على آدم وحواء لما أكل من الشجرة أعطاهما عقابا. ما هو العقاب؟ في التوراة الكتاب المقدس عند اليهود تقول بأن الله تعالى سيعاقب حواء بثلاث أصناف من العقاب. الأول سيعطيها الولادة بالوجع، كان ربما مقرر أن المرأة تلد بدون أن تشعر بتعب الحمل ولا بتعب الإنجاب، لأن أول من ولد هو أبونا آدم، هو خلقت منه حواء دون أن يشعر بألم الوجع ولا ألم الولادة ولا ألم النفاس. فالله تعالى تقول الكتب المقدسة أول عقاب سيعطيه لحواء بعد أن خالفت هي وآدم الأمر الإلهي من الاقتراب من الشجرة، وتسمى عند اليهود بشجرة الزقوم، ومنهم من يسميها بشجرة المعرفة، ومنهم من يسميها بشجرة الخلد وملك لا يبلى كما قال إبليس. فالعقاب الأول أن أم حواء ينبغي أن تلد بالوجع. وهكذا النساء، المرأة الآن حينما تتزوج تحبل وكتبقى 9 أشهر تعاني الوحم وتعاني أوجاع الحمل وتعاني تقلبات صحية إلى أن تلد، وبعد الولادة هناك الوجع
وهناك النفاس والرضاع. ولهذا الرجل حينما يتزوج بالمرأة أول ما يبدأ به الصداق، يعطيها تعويضا لأنه سوف يقضي حاجته وهي التي ستتحمل تبعاتها. العقاب الثاني الذي أعطاه الله لأمنا حواء وبالتالي لكل النساء بعدهن اشتياقها للرجل. ربنا ركب في المرأة رغبة قوية للاشتياق. الرجل يشتاق للمرأة، أي نعم، لكن رغبة المرأة أكثر منه 100 مرة. وقد جاء في الروايات أن لما أراد ربنا أن يزوج حواء مع آدم بعث لهما جبريل لكي يعقد قرانهما، فسأل جبريل الطرف الأول أبونا آدم: يا آدم هل ترغب في الزواج من حواء؟ قال أبونا آدم بالفطرة، قال نعم أرغب. قالها فرحا مسرورا كاد يطير من الفرح. فلما قال لحواء: يا حواء هل ترغبين في الزواج من آدم؟ طأطأت رأسها واحمر وجهها وغضت بصرها، فخشي آدم، قالت له: لا لا أريد. فاطلع جبريل على قلب حواء فوجد بأنها ترغب في ذلك أكثر منه 100 مرة. الله تعالى ركب في النساء شهوة أكثر من الرجال 100 مرة. الرجل يشتاق للمرأة مرة واحدة، بالمقابل المرأة تشتاق للرجل 100 مرة. لهذا قال النبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يتمنعن وهن الراغبات، ولو صدقت إحداكن في حبها لزوجها لصدقت حواء في حبها لآدم. فالعقوبة الأولى التي تعرضت لها أمنا حواء هو الولادة بالوجع، والعقوبة الثانية الاشتياق القوي للرجل، والعقوبة الثالثة ما هي؟ سيادة الرجل عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا مقرر في كل الكتب المقدسة أن الله تعالى جعل للرجل سيادة على المرأة، هكذا تقول الكتب المقدسة. لما مكث أبونا آدم وأمنا حواء في الجنة قيل بأن هذه الأحداث وقعت في يوم واحد، قيل من العصر إلى غروب الشمس. لماذا الله تعالى فرض علينا الصلوات الخمس؟ الصبح يكون متى؟ يكون في وقت الناس يعبدون فيه الكواكب والنجوم، فرض الله صلاة الصبح. والظهر لأن ربنا عودنا من النار، وفي الظهر تكون الحر في الشمس حارة، نصلي الظهر نستعيذ بالله من حر النار. وفي العصر لماذا؟ لأن وقت العصر أبونا آدم وأمنا حواء وقع في الخطيئة، فنحن نصلي العصر نستغفر الله تعالى ونتوب إليه. في المغرب الله تعالى قبل توبتهما، وربنا شرع الصلاة وقت المغرب لأن فيها المغفرة والتواب، نسارع لأداء صلاة المغرب ليغفر لنا المولى. وفي العشاء هناك العتمة، الظلام الدامس، الله تعالى يحب أن يعبد ويذكر ففرض الصلاة، صلاة الليل بدأها بالعشاء ممكن أن تستمر إلى قيام الليل. فبقي آدم وحواء، قيل هذه الأحداث كلها مرت من العصر إلى المغرب، وطبعا وقت الجنة الآخرة ليس وقت الدنيا، العلماء قدروا إذا كان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فالمدة التي مكث فيها آدم وحواء هي 130 عاما مكثوا حتى ربنا عز وجل غفر وتاب. كان أبونا آدم وأمنا حواء يجولان ويقولان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الكتب المقدسة السابقة، اليهود والنصارى في كتبهم يقررون بأن الذي ارتكب الخطية هي أمنا حواء، أما آدم فهو بريء. لهذا لكي نفهم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ونفهم المرجعيات الفكرية الأصلية لأي تعديل لمدونة الأسرة، سنرى بأن هناك اختلاف مبدئي منذ القدم، منذ الأزل. المنظومة الإسلامية لها طريقة خاصة، والمنظومة الغربية المبنية على الفكر الديني اليهودي والنصراني منظومة أخرى غريبة. مثلا يقال بأن عند اليهود والنصارى أن حواء تحالفت مع إبليس واتفق على أبينا آدم،
فاغتر بها آدم وأطاعها. وكانت أول خيانة وقعت في التاريخ لما وضعت حواء يدها في يد إبليس. الفكر الغربي يعتقد بأن المرأة أصل الشر، ومن ثم عاقبها الإله بهذه العقوبات. ومن ثم يقول الرهبان أن الإنسان إذا أراد السلامة لا يتزوج أصلا، وإذا كان لابد أن يتزوج فليتخذ واحدة فقط اكتفاء بأقل قدر من الشر، ولا يعدد، وإنما يتخذ الخليلات ليستطيع أن يفر بجلده متى شاء. هذا المنطق التفكير عند الغرب. إذا رجعنا إلى الكتب المقدسة مثلا في سفر التكوين الإصحاح الثالث ماذا يقول؟ الإبليس شكله الله في صورة حية، قالت الحية للمرأة: يوم تأكلان منه تنتفخ أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. بمعنى أن الشجرة المحرمة هي شجرة المعرفة، عندك المعرفة في كل شيء. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانتفخت أعينهما وعلم أنهما عريانان، فخاط أوراق بينهما واتخذهما مئزرا. هذا ما يأتي في التوراة. سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وأمرأته من وجه الرب الإله. فنادى الرب آدم: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال له الرب: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. هذا الكلام نقرأه من التوراة، تصوير مشوه للألوهية، كأن الله لا يعرف ويسأل ويمشي، والله تعالى حاشا وكذلك. كل ما خطر على بالك فالله مخالف لذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لأن الكتب المقدسة السابقة وقع فيها التحريف وشكلوا الله تعالى في صورة مخلوق، هكذا تصوروه. وهنا الرب سوف يغضب ويقول: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. قد يبقى دائما الصراع بين المرأة والرجل في الكتب المقدسة، هي هكذا تشير. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى سيقرر إنزال آدم وحواء إلى الجنة، ويقول لهما: سوف تنزلان إلى هذه الأرض ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل. ثم غد عقب حواء بأنها سوف تعمل على الإنجاب بتعب ومشقة. هذا كثير في الكتب المقدسة، إذا استرسلنا سنجد هناك أفكار ومبادئ هي مخالفة للفطرة والعقل. نلاحظ النص القرآني الرباني المحفوظ من التبديل والتغيير، ماذا يقول الله تعالى؟ يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. اللوم لم يكن لحواء، حواء بريئة. القرآن الكريم يقرر بأن المسؤول عن الخطيئة هو أبونا آدم. ربنا لم يذكر حواء ولم يعاتبها، وإنما عاتب الرجل. فلاحظوا بأن الفكر الغربي يتهم المرأة بالخيانة، وأن الخيانة فيها أصيلة، وأنها وضعت يدها مع إبليس. الفكر القرآني الرباني يبرئ حواء ويقول بأن الرجل هو الذي ليست له إرادة قوية. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الرجل قوي عنده مبادئ، لكنه أمام المرأة وجمالها فإنه يغير ويبدل ولا يستطيع أن يستمر على كلمة الرجولة. وربنا عز وجل قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. القصة ليست بهذه الشراسة التي تحكيها الكتب المقدسة، أن أبانا آدم أخطأ وقت العصر، وبعد ذلك صار يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. فغفر الله لهما وقت المغرب وانتهت القصة. فكلاهما كان بريئان. أمنا حواء لم تذكر في القرآن العظيم، وأبونا آدم ذكر بأنه نسي وبأنه لم نجد له عزمة، يعني إرادته ضعيفة أمام النساء، الرجل يغير ويبدل. وهذا ما جاء في قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. من خدع نبي الله انخدعنا له. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ونادهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ذكر العلماء والمفسرين أن كل واحد من أبناء آدم وحواء إذا أخطأ أي خطية، وقع في الزنا، في شرب الخمر، في الظلم، ما عليه إلا أن يكرر هذه الكلمات، يجد الله غفور رحيم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فنزل أبونا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، وهنا ربنا سوف يحدد لنا رسالة حواء. ما هي رسالتها؟ لماذا خلقها الله تعالى؟ أولا خلق الله تعالى المرأة لماذا؟ لتسعد الرجل. أي نعم، الرجل إذا أعطيته السلطة المالية والسياسية والقوة كلها وليس في حياته امرأة تعيس. أي رجل ما في حياته امرأة تعيس، والمرأة هي التي تسعده. لك أن ترحد أن بعض زملائنا في العمل من كان يأتي سعيدا في الصباح الباكر، اعلم بأن خلفه امرأة طيبة مباركة. ومن كان يأتي وهو منتفض وهو مقلق ومتعب، اعلم بأنه مبتلى بامرأة شديدة. ربنا عز وجل ماذا قال؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالرجل هو يعتبر المرأة سكن، خلقت من ضلعه ليحبها وليحميها ولتبقى بجانبه دوما وأبدا. لم يخلقها من القدم حتى لا يدوسها، ولم يخلقها من الرأس حتى تسيطر عليه أو يسيطر عليها، بل من الوسط، من القلب، من الضلع، حتى تكون إلى جانبه دوما وأبدا. الرسالة الثانية: لماذا خلق الله المرأة؟ قلنا أولا خلقها من أجل إسعاد الرجل. سيدتي الفاضلة، دورك هو أنك تسعدين الرجل. وكان الرجل الذي يسعد بكلمة، كان الرجل يسعد بطبق، طبق طعام، أقرب ما يكون الحب إلى قلب الرجل معدته. وهناك من يسعد بالاعتناء بالعائلة دياله أو المقربين إليه. ابحثي ما هو الشيء الذي يسعد قلب زوجك، تملكيه ويصير لك عبدا. الرسالة الثانية بعد الإسعاد ما هي؟ رسالة المرأة الأمومة، أنها خلقت لتكون أما، فبأبنائها وبناتها سيملأ الله الأرض. هكذا وقع لأمنا حواء، كانت تسعد آدم وتنجب له أولاد وبنات، وعاشوا في ثبات ونبات، خلفوا صبيان وبنات. أبونا آدم وأمنا حواء كانت كل سنة عندها حمل فيه توأمان ذكر وأنثى، وكان سيدنا آدم يزوج الأنثى في البطن الأول للذكر من البطن الآخر، فكان يزوج الأولاد والبنات ليس من نفس البطن. وذكر بأن أبونا آدم عاش 1000 سنة، وأمنا حواء ولدت 120 بطن، بمعنى عدد الإنجاب الذي ولدته أمنا حواء هو 240 نفر، 120 ذكر و 120 أنثى وضعتها أمنا حواء. أبونا آدم عاش حوالي 1000 سنة، وقيل بأنه بقي يرعى أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده، أحفاده 3 أجيال، أكثر من 4000 نسمة،
أكثر من 4000 نسمة عاش معهم أبونا آدم. وبعد أن توفي أبونا آدم حزنت عليه أمنا حواء حزنا عميقا، دخلت في حزن عميق حتى قيل أنها بعد سنة واحدة سوف تلتحق به. أبونا آدم مات يوم الجمعة، وفي نفس التوقيت بعد سنة ستموت أمنا حواء بعد هذه المدة. وقيل بأن أحسن طريقة للتودد إلى النساء ما هي؟ ونحن أيها الأحباب الكرام مقبلين على شهر رمضان، دعونا من المدونة، من مدونة الأسرة والمواثيق الدولية والحقوق والواجبات، دعونا من كل هذا لنقبل على الله ونحن على أبواب رمضان. من أراد أن تسعده زوجته ومن أراد أن يسعد زوجته نحن على أبواب رمضان. ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. آيات في رمضان، رمضان فيه الصيام بالنهار والقيام بالليل، وأذن الله تعالى لمباشرة النساء في جو عاطفي جميل. الله تعالى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. زوجتك هي لباسك الذي به تستتر، وأنت يا سيدتي زوجك هو لباسك الذي به تستترين. ضعي يدك في يده، اذهبا معا إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، استعدوا من الآن، اذهبا إلى سوق الملابس القصارية، اشتروا ملابس تقليدية، جلباب مغربي وأيضا جبادور مغربي وما يكون معه، ثم استعد للذهاب معا إلى المساجد وحضور دروس الوعظ والإرشاد. وبعد صلاة التراويح تكون سهرات سمر ليلية طيبة وتكون الحياة حلوة. كفى من الخصام، كفى من النزاع، كفى من إسالة الدموع. الحياة قصيرة، سرعان ما سوف نرحل، نعود إلى ديارنا حيث كانت أمنا حواء وأبونا آدم. نحن أعمارنا بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. أبونا آدم مكث في الجنة من العصر إلى المغرب، قيمتها 130 سنة، يعني غير من العصر المغرب كتساوي عند الله تعالى في الجنة 130 سنة. احنا أعمارنا راه غير سويعة واحدة، سرعان ما ستزول. وطوبى للصابرين، طوبى لمن صبر، طوبى لمن جبر الخواطر، طوبى لمن قدم يده للإحسان، طوبى لمن كان هو الأول يقدم السلام، طوبى لمن يمسح الدموع، طوبى لمن ينسى الماضي التعيس الأليم، طوبى لمن يرسم صورة مشرقة لمستقبل سعيد في الحياة الزوجية ومع الأولاد والأسرة. أسأل الله تعالى أن يبارك في الأزواج والزوجات، أسأل الله تعالى أن يديم المحبة والمودة والألفة في القلوب، وأسأل الله تعالى أن ينزع من صدورنا حد الشيطان، وأسأل الله تعالى أن يتولانا بكامل عنايته ورعايته. قولوا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ونفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكم أجمعين، ونحن كلنا آذان صاغية وقلوب واعية. ونبدأ أول مكالمة من إقليم قلعة مجونة، معنا للا حليمة. السلام عليكم دكتور قريبة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بنتي. لا إله إلا الله دكتور قريبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حفظك الله بنتي، حفظك الله ورعاك. هذه وانت كنت نتصل بك. الله يحفظك بنتي، مرحبا والف مرحبا.
كنت كنستمع ليك ملي باقي ما تزوجت، ودابا تزوجت وعندي منيا عندها عامين ونص دكتور قريبا. اياه الله يصلحها لك بنتي، الله يصلحها لك. والحمد لله العائلة ديال زوجي عايشة بخير وعلى خير الحمد لله، والرجل ديالي الحمد لله على قد الحال الحمد لله. الله يصلحكم ويسعدكم يا بنتي. عافاك دكتور قريبا، البنت ديالي مريضة، بغيت منك الدعاء. يا ربي يا ربي يا كريم. جيتها عند الفقهاء، كل واحد واش كيقول لي مريضة بالمس. شحال دابا العمر ديالها بنتي؟ شحال العمر ديالها؟ عندها عامين ونص دابا. والاطباء اللي ديتيهم عندها في الاقليم ديالكم قلعة مكونة او شتي شي منطقة اخرى؟ اطباء اختصاصيين؟ مشيت لتين غير اييه عند الاختصاصي ديال الاطفال، قالوا لي ديري لي التحاليل، درت التحاليل وقالوا لي الدم ديالها زعما زوين ما عندها حتى حاجة. اييه واخر مرة قالوا لي ديري ليها سكانير، ولكن السكانير كيدير شي 160 تقريبا، حنا على قد الحالة دكتور قريبا. الله يشافيك. صافي وجبتها للدار، بقيت كندعي كندير ليها الاذكار. يا ربي يا ربي. اش كيوقع ليها بنتي في الاعراض؟ اش كيوقع ليها؟ اش كيضرها؟ كتجي هاد الحالة. نعم. هاد الايامات ني تراجعتها دكتور قريبا، ملي كتجي هاديك الحالة. اييه بحال اللي كترد الطفل ديالها، بحال كتعواج. ما شاء الله. انت دكتور قريبا. لا اله الا الله بنتي، الله يشفيها ويعافيها. الله يشفيها ويعافيها. كتعواج دكتور قريبا، كتحنك بحال اللي كترد الطفل ديالها، بحال لا اله الا الله. هذا احتمال، اما عندها مرض عضوي سميتو البيليبسي كيسبب الاطفال الصغار، خاصو طبيب مختص. واما كاين احتمال ثاني ان يكون فيها ام الصبيان، مرض روحاني يصيب الاطفال الصغار بحال المس ديال الاطفال الصغار. لا اله الا الله دكتور قريبا، بغيت تدعي مع الام ديالي ومع العائله ديال رجلي. الام ديالي شحال هذه وهي مريضه، لا اله الا الله دكتور قريبا. الله يشفيها ويعافيها يا رب. الله يشفيكم اجمعين يا بنتي. هذه بغينا نهضروا معاك، شحال كندوزوا الاتصال، ولكن الحمد لله اليوم كنقول نيت واش شد ليا الخط ولا كنحلم. الله يحفظك يا بنتي، الله يعلي الدرجات ديالك، الله يحفظك ويرعاك يا بنتي. لا اله الا الله. مع الاب ديالي، مع الرجل ديالي. يا رحمن يا رحيم. معايا دكتور قريبا، بغيت نكون واحد الامراه صالحه مؤمنه، بغيت الله يقبل التوبه ديالي، بغيت نكون من الصالحين يا رب. يا ربي يا بنتي، يا ربي يا كريم، شكرا لك بنتي، يا ربي الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. كنبغي نقول للساده المستمعين، من خلال هذه المكالمات اللي كتجي هكذا تلقائيه من الاقاليم المغربيه المختلفه ومن القرى ومن المداشر، راه من خلالها غنعرفوا حقيقه المغرب والحقيقه ديال المجتمع المغربي والمشاكل اللي كيتخبط فيها المجتمع المغربي. مثلا ناخذوا هذه البنيه حليمه من قلعه مكونه، هي متزوجه حديثا، اشنو المشكل اللي عندها؟ هذه امراه حديثه العهد بالزواج، اشنو المشكل اللي عندها؟ واش عندها مشكل مع المدونه؟ واش عندها مشكل مع الحقوق والواجبات؟ لا، هي عندها مشكل مع الصحه، عندها مشكل مع الدواء. بمعنى ان المطالب الحقيقيه لابناء الشعب المغربي راه ماشي المدونه، راه الشيء واضح في القران الكريم وفي السنه النبويه الشريفه، وضوح الشمس في عز الظهر. لكن المشاكل الحقيقيه لابناء الشعب راه هو الفقر، وراه هو الغلاء المعيشه، وراه هو المشكل ديال العلاج والتطبيب. دابا حليمه قالت لنا بانها بنتها مريضه وعرضت على الطبيب وقال لها خصها سكانير، والسكانير خصو واحد المبلغ مالي كبير وهي ما عندهاش. راه هادو هما المشاكل الحقيقيه الذي ينبغي المنظمات الانسانيه والحقوقيه والنسائيه والاحزاب السياسيه كلها تنخرط لايجاد الحلول الحقيقيه لابناء الشعب. ماشي نقفزوا على هاد الامور الحقيقيه ونقلبوا على اشياء وهميه هي غير حاضره في اذهاننا. الصراع بين المراه والرجل هو راه صراع طبيعي وعادي وبسيط، وكنحلوا غير بجوج كلمات كن في جلسه ديال براتتي كيتحل المشكل. اما المشكل الحقيقي اللي عند الناس هي المشاكل ديال 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 غلاء الحياه وصعوبه الحياه. اي نعم، قد يقول قائل راه كاين فئه اخرى لاباس عليهم وعندهم تما هذه المشاكل، منين جاتهم؟ اين تكمن المشكله؟ حتى هادو المشكله راه ماشي في المدونه، هذاك راه المشكل ديالهم في النفوس، راه عندهم النفوس فيها الكبرياء والعزه والخيلاء وعدم التنازل، هذا مرض نفسي.
كان عنده العزة والكرامة والتوحد ما بغيت نازل على بلاسته، راه ماشي في المدونة راه بسيطة والشريعة واضحة والقوانين راها فطرية طبيعية، ولكن المشاكل اللي كنعانيو منها حنا غنحاولوا نقوم باستنباطها من خلال المكالمات التي ترد علينا من مختلف الأقاليم، وغادي نلقاو بأن المشكل الحقيقي الذي ينبغي أن نعالجه لأن نسير في ركب التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي المشاكل الحقيقية، غلاء المعيشة، الأزمة ديال التطبيب، الأزمة ديال التشغيل، المشكل ديال التعليم، المشكل ديال السكن، هادو للفئات الفقيرة اللي كتعيش واحد الهشاشة. أما الفئة الثانية اللي هما لاباس عليهم وعندهم الخير وعندهم تبارك الله الفائض ومع ذلك مخاصمين وبغوا يطلقوا، هادو مشكلتهم أخرى، هذا مشكل نفساني، هذا مشكل ديال العزة والكرامة والكبرياء وعدم التنازل، وكل واحد يقول أنا خاص علاج نفسي باش الإنسان يتواضع شيئا ما ويصبر ويدير بحق الوليدات والأسرة والملح والطعام والأسرة اللي عشناها كاملين يرجع للوراء. ولا إله إلا الله. بنتي للا حليمة، نطلب الله تعالى الشفاء لهذه البنية كما قلت، وبنت هذه الأعراض اللي قلت لي الآن هذه معروفة في الأطفال، كاين بعض الأطفال اللي كيتصابوا بهذا المرض كيتسمى البيليبسي، والسبب ديالو ملي كتكون الأم حاملة بداك الجنين كتكون ربما تعرضت لبعض الضغوطات النفسية أو بالقلق أو الخوف، لم تكن الحياة عندها كلها سليمة، تعرضت للغضب، تعرضت للقلق، تعرضت للحرمان، فهذا كينعكس على الجنين والجنين كيمرض بهذا المرض ديال البيليبسي. والعلاج ديالو بسيط جدا، أن الطبيب المختص كيشخص لك واحد الأدوية كيضبط لك الحرارة ديال الجنين أو الوليد الصغير هذه البنية في 37 درجة، ما تطلع ما تنزل، وكيعطيك واحد الأدوية معينة وكتستعملها في أوقات معينة وكيشد التوازن ديالو هذا العضوي. احتمال ثاني يقدر يكون هذا المرض اللي كيصيب الصبيان الصغار مرض روحي كيتسمى أم الصبيان، أم الصبيان روح خبيثة كتوخز الأطفال الصغار، كما أن الكبار كاين هناك الجني العاشق كيجي الفتيات عندهم 18 عام 20 عام 24 عام عندهم الحرمان العاطفي وعندهم الضغوطات النفسية كيتصابوا بما يسمى بالجني العاشق مرض روحي، وبعض الناس خرين هما كبار كيتصابوا بما يسمى بالجني المعتدي كيتعدى عليهم هكذا، إما كيرميوا الماء الساخن في دورة المياه وإما كيديروا بعض الأعمال مزعجة فيؤذونه فيعتدي عليهم، هذه أمراض روحية. كذلك الأطفال الصغار عندهم ما يسمى بأم الصبيان، العلاج ديالها هي كناخذوا إناء ديال الماء وكنقراو على ذاك الطفل الصغير سورة الدخان، سورة الدخان حاميم، سورة الدخان قصيرة فيها تمن، كنقراوها في إناء ديال الماء ونعطوها للطفل الصغير يشربها، أو الأب أو أحد أفراد العائلة يضع يده اليمنى على الناصية على الجبهة ويقرأ على المولود، يقرأ عليه سورة الدخان سورة حاميم، غادي يقرأ عليه وكل ما عنده من ألم سوف يتبخر كالدخان، ما يبقاش يبكي، ما يبقاش يشعر بالألم، ما يبقاش يتعوج، كيشعر داك الحالة اللي كتصيبه كلها تختفي بأمر الله. ونطلب الله تعالى السادة المستمعين اللي معنا الآن في المدن والقرى والمداشير وخارج أرض الوطن، الله يجازيكم بألف خير، ديروا معنا واحد الفاتحة لهذا الشابة راه بقى عروسة جديدة ويلا ولات ذاقت حلاوة الأمومة وواجهت هذا المرض، ديروا لنا واحد الفاتحة. الله تعالى اللي هو الصانع ونحن صنعته، وهو سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون، نطلب الله تعالى يشفي هذه البنية. اللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونور وجهك العظيم الذي أشرقت به ظلمات السماوات والأراضين، يا ربي هذه البنية اشفيها وعافها، أنت طبيبها وأنت معالجها، اللهم اجعل هذه الليلة آخر أحزانها وآلامها وأمراضها، واجعل شمس غدا تشرق وهي سليمة معافى من الأمراض والأسقام، وارزق والدها ووالدتها المودة والرحمة والألفة، وارزقهم رزقا حسنا، إنك سميع قريب مجيب. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ونواصل أيها الأحباب الكرام ونأخذ مكالمة أخرى من مراكش مع للا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام دكتور. للا سارة حياك الله. حياك الله دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. رمضان مبارك على جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله اللي يدخلوا لنا بالصحة والسلامة. يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم فرجها على إخواننا في غزة وفلسطين. يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم. شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور على طريقة التفسير وطريقة يعني نحن بحاجة لأئمة في هذا الشكل تزاوج بين ما هو معاصر وبين بين الإسلام وما تمليه شعائر الدين الإسلامي. شكرا جزيلا. بارك الله فيك بنتي. المشكل اللي عندي أنا يعني الحمد لله إنسانة مثقفة يعني صدمة عندي في الآباء الوالدين. نعم الحمد لله يعني أنا ما اتصلت بك دكتور إلا وجربت يعني أنا والإخوة ديالي جميع الطرق. نعم. بما تحمله المعنى من كلمة يعني أننا نقبل الرضا ديالهم كيف ما تقول الله سبحانه وتعالى ولكن يعني هما مصرين يعني أنهم يدمروني ويدمروا الإخوة ديالي. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الناس قاملين قالوا لي هذا ابتلاء من عند الله كان حمد الله ونشكره عليه ولكن درجة الألم كبيرة جدا لأن الحمد لله أنا والإخوة ديالي درسين قارين وصلين مواصل رتب يعني اجتماعي الحمد لله ولكن المعضلة ديالنا يعني اليتيم الناس كلهم تيتعطفوا عليه لأنه يتيم. انت المعضلة ديالك أنك في الحياة يتيمة وعندك آباء تحاربين من أجل تحاربين يعني انت تحاربين الحياة وتحاربين يعني الآباء ديالك تيحاربوك. دعينا لهم بالدعاء. المشكل حاليا هو أننا جربنا معهم جميع الوسائل جربنا نبقى بعاد جربنا نعطي واحد سالير بارموا جربنا درناها ولكن مصرون هما إلى أن أكتشف أن الأم ديالي نرجسية والناس ديال العلم النفس يعني نعم. غيعرفوا هذا الشيء وغيعرفوا ما معنى الأم النرجسية. نعم الحمد لله بالمعرفة ديالنا حاولنا كنحاولوا يعني أننا لأننا إحنا دابا بهذا اللاج ديالنا وهذا الشيء عندنا جروح نفسية عميقة اكتشفناها. لا إله إلا الله. كنحاولوا نعالجوا نفسنا وبالمقابل نحاول أننا الرضا ديالها يعني رغم أن عرفنا المشكل نحاول إحنا ولينا كنحاولوا أننا نتجاوزوا عليها وندير ولكن وصلنا للحد دابا حاليا في رمضان ما بقيش قدرت لا أنا ولا الإخوة ديالي نتواصلوا معها صراحة لأن صافي وصلنا أننا كنحسوا بالتدميع وقت ما حسيت بينا نجاح أو لا شي حاجة أو لا نجيبوها عندنا وتشوف شي تغيير ولا تشوف هذا خبينا قاعد شي اللي يعني الوسائل اللي غادي يقولوا للناس ولا غادي تقول لي يا سعد الدكتور إحنا درناه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. درناه وجربناه وقطعنا الاتصال وخبينا وخبينا أسرارنا عليها باش أن تسير المسيرة ورغم ذلك الناس اللي علم النفس غاية عارفوا هذا الشيء اللي سنقول أنايا. لا إله. النرجسية تدمر أطفالها في الحياة وتدمرهم وأكبر دليل أنا عندي الأخت الكبيرة ديالي توفيت بسبب ما شغل نقول بسببها مي مرضت نفسيا لأنه تتعب على النفسية ديالها مات. دابا إحنا آخر حاجة قطعنا صافي لا إله إلا الله لا يحمل الله طاقة إلا وسعها. لا يكلف الله وسعها. لا يكلف الله طاقة إلا وسعها. يعني إحنا جربنا كل الوسائل ما خلينا شي حاجة لأن الحمد لله قرينا وعيين وديرين وقرينا الكتب وذلك شي ورغم ذلك ما بقيناش وصلنا لواحد الدرجة أنا دابا نقول حد رمضان خاصي على الأقل اتصال نقول مبارك العواشر ما نقدرش لأنك تضرب واحد الأسلوب واحد الناس اللي عارفين علم الناس غيعرفوا هذا الشيء. يعني أنا سنطلب من الناس يا رب دعي معنا دعوة ديال الخير يا رب. سارة بنتي لسولتك واش هاد الحالة كانت ملازمة لهما منذ الطفولة ولا حتى كبرتوا عاد ولات عندهم هاد النرجسية؟
لا حنا دابا ملي اكتشفنا المشكل، انا اصلا كنت ملي مات الاخت ديالي كبيره بدينا تنتسائلوا شنو واقع، شنو اللي المشكل. نعم. لان البنت كانت نورمال، شويه مرضات، شويه بدات دخلت سكيزوفرينيا. المهم بدينا تنتسائلوا في وسط العائله، تنقولوا كيفاش انا خواتاتي تنتسائلوا. بدينا تنقلب انايا، عاد باش اكتشفت بان البنت كانت تلعب لها على الدماغ ديالها. عاد باش اكتشفنا، عاد باش انا بحكم شويه قاريه لا بسيكولوجي لقينا المشكل. انا دابا عاد باش الحياه ديالنا كامله من زيرو، من نهار تزاديت ومن نهار تزادوا اخوه ديالي كاملين، تحطات فوق طبق. نعم. تحطات وشرحناها وفسرناها، وعلاش داك النهار دارت، وعلاش هذاك النهار دارت، وعلاش هذاك النهار دارت، وعلاش هذاك، وعلاش وعلاش وعلاش، يعني كل الاسئله اللي كنا كنطرحها في جميع المراحل ديال حياتنا لقينا لهم الاجوبه. واحد يعني هذا الشيء كان صعيب عليا انا شخصيا، لان صعيب صعيب راه في براسك، لانك كنت عايشه في كذبه وحليتي عينك عليها في لحظه، في لحظه لا اله الا الله، يعني باش انك تقبليها وتقبلها العقل ديالك راه ما ساهلش هذا الشيء. لا اله الا الله. وليت انا تواصلت مع العائله ديالي الكبرى، لانه هي كانت قطع علينا الاتصال مع العائله ديالنا. حنا عشنا ما عندناش عواماتي، ما عندناش، كنقولوا علاش حنا عايشين بوحدنا. اوكي لقينا بان عائلتنا كلها مزيانه، حنا اللي يسمح ليها، انا تنسمح ليها، انا لا اله الا الله، لا اله الا الله، انا مسامحها دنيا واخره يا رب. كيف ما كان الحال زادني في 9 شهور، ولكن هادشي انا تنقول لاخواتي، تنقول لهم قراو ليها تفسير، لان هي تاهي يقدر عاشت واحد الظروف في الطفوله ديالها هي اللي انا، لانني قريت على هادشي. اكيد هي تاهي حتى هي ضحيه، ربما هي ضحيه تربيه لم تكن مستقيمه. انا مشيت جبت الهيستوريك ديالها، قلت شكون هي السيده اللي تزوج بها، انا واخا الوالده ديالي تنقول شكون هي السيده، يعني لقيت بان مسكينه حتى هي داس في معاناه وظروف، وفقد الشيء لا يعطيه، يعني الحنان ما عندهاش، ما طلقاتش الحنان باش تعطيه للاخر. تعطي الاباء، الاباء يربي ولادهم ماشي على حب الذات، ماشي على النرجسيه. اتونسيون، تربيو ولادكم، ربيو ولادكم على العطاء، ربيو ولادكم على حب الاخر، لانكم غادي بداك الحب ديالكم وكثره العطاء ديالكم ليه غتدمروه، وغادي تربيو النرجسيه فيه، وغيدمر اسر ويدمر مجتمع ويدمر عائلات. انت كتحني في ولدك وتعطيه وتديري ليه، راه كتدمريه. ربي يعطي الناس، يحب الناس، يقول لي لا ولدي لا، هذاك الانسان الاخر حتى هو عنده حق عليك. بداك الشيء كتكسر لي النرجسيه في داخله. لا اله الا الله. خاصنا دروس في هذا الشيء دكتور، خاصنا دروس. اكيد ان شاء الله. لان عائلات تدمر، وانا تنقول الحمد لله اكتشفنا هذا الشيء وتنداوي ورقصنا. ولكن كما قلت يا دكتور السؤال ديالك. نعم. اكتشفنا هذا الشيء لان من الطفوله كان تدمير، من الطفوله كان تدمير. هذا هو المشكل الكبير. لا اله الا الله. حنا تنعالجوا، ولكن دابا بس توصلي لدرجة أنك والديك تتلقي الحل معهم، أنك تقطعي العلاقة، ما سهلش. لا إله إلا الله. ما سهلش. يعني إحنا كانت تدمروا، وأنا دابا اللي كنشوفه هو النرجسي ما عنده حتى شي ذرة ذنب تجاهه، لأنه هو ما تعتبركش ولده، ما تعتبركش هادشي اللي خاصهم يعرفوا الناس. لا إله إلا الله. ولكن إحنا تدمرنا، دابا أنا تنقول أشنو تيقول الله سبحانه وتعالى يا رب. أن ما يمكنش أنا تدمرت ومازال تنقلب، انا عفاصي انا وكل العصا، ومازال تنقلب على ان ديك الام ترضى عليا وما عمرها رضات عليا. لا اله الا الله. انا الناس اللي رضوا عليا ما تيعرفونيش، والناس ساكته على هذا الشيء. خاصنا نهضروا عليه، راه مجتمع تيموت، راه ناس كتموت، راه ناس كتنتحر من الناس. لا حول ولا قوة. راه ناس كتموت، راه ناس كاينه اللي كتموت بسبب والديها. لا اله الا الله. هي رضات الوالدين على راسي وسميتي الناس دابا اللي ما عرفتش هادشي. انا كندخل للسيت وتنشوف تقول لك لا ما يمكنش امك، حيت ما عارفاش انت، ما عارفاش، ما عشتيش وما شتيش. ما شاء الله. انا عمرني حسيت بالحنان الام، عمرني. لا اله الا الله. انا كنسمح ليها دنيا واخره، ولكن بغيت الحل ما لقيتوش. لا اله الا الله. ما لقيتش. عمرني ما تصورت انني غادي نعيط لشي برنامج، ولكن عييت وتقهرت وما ما ما صافي تسدو في بيباني البواب. انا معاهم في مدينه وحده وما تنهضرش معاهم. لا اله الا الله. تندوز من
تبع الدار ديال والديا وتنبكي في الطريق. لا حول ولا قوه الا بالله. حيت الى مشيت داكشي اللي غناكل اكثر من داكشي اللي انا غادي نستافد. لا اله الا الله. الحمد لله. الله يفرج عليك بنتي. الله وسلام الاخوه ديالي. الله يفرج عليكم يا بنتي، الله يفرج عليكم يا رب. الله يفرج عليكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لك يا سارة، قلوبنا معك. هذه صيحة، هذه استغاثة. يبدو بأن سارة تحمل في قلبها الكثير من الأوجاع والكثير من الآهات. أصعب شيء هو هذا الصراع الذي يكون داخل الأسرة. الصراع يكون بين الأعداء يكون سهل، إنسان كينمي روح المقاومة وكينمي روح الدفاع عن حوزة الوطن أو الدفاع عن المقدسات. لكن لما يكون صراع داخل الأسرة بين الأبناء والأباء، هذا صراع غريب جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بنتي سارة، أنت تبارك الله سيدة العارفين. هو المقولة الشهيرة تقول فاقد الشيء لا يعطيه. المفروض أن الأم هي مصدر الحنان، كما ذكرنا في أول حلقة أن أمنا حواء عليها السلام حينما خلقها الله تعالى جعل لها رسالة في الحياة، أولها إسعاد هذا الرجل اللي غادي يكون نصفها الآخر، ثم إنجاب الذرية، ثم تأهيلها وتربيتها لتكون مجتمع، تكون مجتمع صالح. هذا هو الدور ديال المرأة. المرأة هي الشعلة وهي المصباح المنير. إذا انطفأ هذا المصباح ظلام دامس يغمر الجميع. سارة، هذه الأم كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، راه ممكن نلتمس لها العذر، نتساءل لماذا هذه الأم هكذا؟ هل هي خلقت من بطن أمها فاقدة للأحاسيس والعواطف؟ هل هي منذ أن أنجبها والدها كانت نرجسية في طباعها؟ والنرجسي هو الإنسان الذي يتلدد بتعذيب الآخرين، قد يكون الزوج، قد تكون الزوجة، قد تكون الأم، قد يكون الإبن، قد يكون الباترون، قد يكون أي كان. النرجسي هو الذي يتلدد بتعذيب الآخرين في نفسه. هذا النرجسي هو لا أحد منا يولد من بطن أمه هكذا، وإنما المجتمع هو الذي يخلق منا أناس هكذا. اللي كيتخلق من بطن أمه كيتخلق صفحة بيضاء، يميل إلى العاطفة، يميل إلى الصلاح والإصلاح، لأن الصلاح والإصلاح هو فطري طبيعي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لكن الأخلاق المعوجة هذه مكتسبات من الواقع. أي واحد شفنا دار جريمة أو دار خطيئة لا نحكم عليه مباشرة، القاضي هو يحكم مباشرة، يقول لك الجريمة تساوي عقوبة. لكن الناس دي التربية والإصلاح كيبدأ رجع للوراء وكيسأل عن الأسباب والمسببات وعن العلل والمعلولات، يقول ما هي الظروف ديال التنشئة اللي خلت هذه الإنسانة تكون هكذا قاسية. لا شك ولا ريب أنها هي أمك أصلا، هذه حالة مرضية، لأن الإنسان الطبيعي سيكون في العاطفة والاحتضان. أكيد أن الأم ديالك هي مسكينة، هي مريضة، هي افتقدت الحنان، هي لم تعطى الحنان، ربما تعرضت لظروف قاسية جدا جعلتها لا تعطي الحنان، كتبغي تعطيه ولكن ما عندهاش. حنا الحنان كنجمعوه، كتاخذ الحنان شويه من الاب، شويه من الام، شويه من الاخوه، شويه من المحيط ديالك، وداك الدلو ديال الحنان اللي عندنا كيبقى يعمر كيفيض، وملي كنبغي نعطي منه كنلقى عندي الفائض وكيبقى عندي الشيط. لكن اللي هو مسكين ولد وهو متعب، كاين اللي ولد وفي فمه ملعقه من ذهب، فرحان بخير، والدي زوينين، حياه طيبه، كل شيء مشرق. هذا طيب وصالح لأن ربنا أعانه، خلقه في ظروف صالحة، بهم لبس عليهم، العائلة صالحة مصلحة، كلهم كيعيشوا الفرحة والسرور وكيجبروا الخواطر، عاشوا. ولكن واحد آخر راكي اللي كانت أمه ربما حبلت بها والدتها وهي كانت في ظروف قاسية، تتعرض للضرب والشتم، ربما تتعرض للحرمان، هناك من كانت تتعرض للاغتصاب، هناك من تتعرض لكذا وكذا. فالإنسان هو هكذا. ملي كنشوف واحد الإنسان في هذه الصفات، نحن لن نقول بأنه عدواني وأنه مجرم وأنه خطير، نقول هذا فاقد للشيء. ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغه، داكشي اللي قسم له الله تعالى. دابا الآن بنتي سارة
هذه أمك أنت لم تختاريها، من الذي اختارها؟ المولى عز وجل. الله تعالى هو الذي يختار لنا الأمهات والآباء، ويختار لنا الأولاد والبنات، بل ويختار للزوجات أزواجهم وللأزواج زوجاتهم. إلى فكرنا بإمعان في الفكر الإسلامي قضية الجبر والاختيار، راه غادي نلقاو بأن كل شيء هو 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 مجبر، كل شيء في الوجود هو بأمر الله، كل شيء عند الله، حنا عندنا غير الإرادة والنية، كل شيء قسمة ونصيب. الله تعالى ملي قسم الأرزاق، ومن بين الأرزاق هما الأولاد والوالدين، نصيبك في الحياة جات هاد الأم، النصيب ديالك جاءت هاد الأم، وجاءت هاد الأم قاسية. هنا السؤال ديما نطرحه، إذا واجهنا متاعب الحياة، كاين التحليل النفسي والتحليل الاجتماعي كثير، ولكن التحليل العميق ما هو اللي خصنا نديروه؟ ماذا أراد الله تعالى أن يبتليني بهذا الابتلاء؟ علاش بغى ربي عز وجل الرسالة يوصل ليا؟ لعلك سارة أنك المجموع ديال الحسنات والأعمال الصالحة ديالك اللي غتخولك باش تدخلي للجنة وتكوني في واحد المقام عالي، وربما ربك أراد أن يعطيك هذا الباب أنك تتعاملين مع أمك بالصبر. كل اللي غيتعامل مع أمه بالحنان بالإكرام، ينفق عليها، يتسارى بها، يفرحها، ياخذ رضاة الوالدين، غادي ياخذ أجر وثواب. هذاك الأجر راحنا في يوم القيامة، ما نسوش أيها الأحباب الكرام، نربط الدنيا بالآخرة. يوم القيامة الله تعالى غادي يقول لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كنقرأوا الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما يقول بعض المستمعين بأن هذا تحليل ماشي علمي ماشي نفسي ماشي اجتماعي، أنا أعتقد بأنه تحليل رباني. رأى الحصيلة ما هي؟ الحصيلة هي أننا بعد هذه الحياة القصيرة في هذا الكويكب الصغير سنرحل، وعند الرحيل غادي يقول لك الله تعالى اقرأ كتابك. هنا غلقوا بأن السر علاش ربي عز وجل يبتلينا ببعض المصائب والنكبات، علاش؟ واش ربي بغى يعذبنا؟ واش ربي عز وجل لما اللي عطى لهذيك السيدة أم حنينة وحلوة وانت بغى يعذبك عطاك أم نرجسية كتعذبك، علاش؟ السر هو أن الله تعالى بغاك يا سارة تتعاملين مع أمك بالصبر والاحتساب رغم كل شيء. الوالدين أعطاهم الله تعالى واحد القيمة كبيرة رغم كل شيء، ولو كان مشركين ولو كان كافرين فلا تطعهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، إذا كانوا مشركين وكافرين لا تطعهما في كفرهما وشركهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. بغاك الله تعالى، هذا هو الباب اللي أعطاك الله تعالى باش تدخل به الجنة من أوسع أبوابها. أرى كل واحد فينا أعطاه الله باب من خلاله سيسلك إلى الجنة ويصير فيها بأسرع الطرق. رحنا قبلنا تكلمنا على أبونا آدم وأمنا حواء كان في الجنة ثم غضب عليهم الرب وقال اهبط منها، ثم عايقنا ارجعوا يا أيت النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. العملة دي الدنيا هي الدينار والدرهم والدولار والأورو، حد الدنيا هذه. الآخرة ما هي العملة ديالها؟ هي الحسنات، وهي الصبر على الأذى ديال الآخرين وترك السيئات. وكل واحد منا من العباد دليه الله تعالى باب لولوج الجنة. كنقول في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، اشنو الصراط المستقيم؟ واحد الطريق يقودك مباشرة إلى باب الجنة. كاين اللي عطاه الله الباب ديال الصلوات، كتلقى يحافظ على الصلاة في وقتها وهيئه الله لقيام الليل وكيشعر بالحلاوة ديال الصلاة. كاين واحد آخر الصلاة عنده ثقيلة، ولكن عطاه الله باب آخر، باب ديال الإنفاق، كينفق على الناس وكيحسن إليهم ويوسع عليهم. كاين اللي كتجي الإنفاق ثقيل، عطاه الله باب آخر وهو باب أنه يخفف على الناس آلامهم وكيحاول يمشي مع هذا ويحمل مع هذا ويسعى مع هذا. كاين كل واحد عطى الله باب من الابواب، كاين اللي عطى باب الجهاد، كاين باب العمره والحج، كاين اللي عطى الله باب العلم والمعرفه، كل واحد عطى الله تعالى. لعلك يا ساره ربي عز وجل بغى لك باب الصابرين، وهذا هو الباب الاعظم من ابواب الجنه. قال لك كاع الابواب يوم القيامه عليها ازدحام، ازدحام، راه يوم القيامه يوم عند ربك كالف سنه مما تعدون، وفي آية ثانية كخمسين ألف سنة.
تصور غير في الباب المكوت في الباب باش تدخل وتصور لمشي تغلق شي إدارة أو شي مؤسسة وبقيتي كتسنى في الصف ربما تقدر ساعة ساعتين غيوقع لك انهيار عصبي وربما تثير السخط على المؤسسة وعلى النظام ديالها. ويوم القيامة ما عندكش الحق تثير السخط، خصك تصبر لأن هذاك رب العالمين وربي عز وجل يكتم على الألسن والأفواه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كل اللي غادي يبقى 100 سنة، كل اللي غيبقى 500 سنة، كل اللي غيبقى 1000 سنة، وكل اللي غيبقى حتى 50000 سنة وهو ينتظر الولوج، لأن الأبواب مزدحمة، البشرية غتكون ملايير الملايير الملايير إلا باب الصبر. باب الصبر خاوي، الناس في قلال دغيا كيدوزوا بحال قلتي باب السبتة دايز كلشي دايز. لعل الله تعالى سارة اختارك لما نظر في أمرك وقال سارة أريدها أن تكون من أهل الجنة وأن تدخل مع باب يكون ميسر. شنو الباب اللي قليها؟ الله تعالى فتح لك الأبواب الأخرى، أعطاك صورة جميلة، أعطاك أخلاق كريمة، أعطاك عقل راقي، أعطاك ثقافة وعلم، أعطاك حضوة بين الناس. هادشي كله ما غد تستفدي منه والو، الصبر ما غد تستفديش، لكن ربي بغي يجعلك صابرة. فذلك واحد الباب، وتما دلك العقدة، تما دلك العقدة باش وناظر كيف تصنعون. حنا المطالبين عند العقدة راه ماشي مطالبين نديرو شي حاجة ديال سوبرمان، حنا مطالبين فقط بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا. ملي تكون عندك العقدة في الحياة ديك الساعة قول ما هي الرسالة التي أرادها ربي عز وجل من خلال هذا الأمر. أرادك أن تصبر، هذه قسمة ونصيب. كل اللي عطاه وليد وكان جميل الصورة، كل اللي عطاه وليد ومريض سقيم، كل اللي عنده توحد، كل اللي عنده إعاقة، كل اللي وليد ناجح بريون كينجح، وكل اللي مسكين عمره ما كينجح دائما فشل، وكل اللي كيساعد ولده، كل اللي هكذا الحياة هكذا. الله سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه. لأن سارة هناك التحليل العلمي والتحليل النفسي والتحليل الاجتماعي، أنا كنحاول ندير واحد مقاربة اسمها التحليل الرباني اللي هو أنا أعتقد به وأنه الحق الذي ليس دونه ولا بعده حق، وهو أن كل حاجة وضعنا فيها الله تعالى راه فيها فلسفة ديال الوجود. أنت ذلك الله واحد الباب من أبواب الجنة تدخلينه بسلام آمنين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والباب اللي دلك هو عطاك الأم والأب، عطاك هذه الأسرة ناقص الحنان، فيها النرجسية، فيها كذا. ما المطلوب منك؟ اصبري وصابري وتعايشي معهم. إلى متى؟ إلى أن يأذن الله. هذو الوالدين اللي قال فيهم الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. الكبر قالوا العلماء هو كبر السن، وقالوا آخرين لا ماشي هو كبر السن، هو موقف كبير، هو أنهم تعاملوا معك بالقسوة، تعاملوا معك بالشدة، تعاملوا معك بالعنف. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الأم نرجسية والأب معتادي أو بخيل أو كذا، فلا تقل لهما أف. ما كيش حاجة قل أو أكثر من أف، التأفيف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما تعمل معهم بالمثل. عندك تشانق مع أباك ولا مع أمك وتضرب التوياه، صافي راك خسرتي كل شيء، خسرتي كل شيء، كل شيء خسرتي. فلا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا، ديما قل قول معروفة، ديما كنحضر عينيا كنقول لهم واخا إياه إن شاء الله، كديهم بكلمة طيبة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني بعد موتهما، راه الحياة قصيرة لالت سارة، راه غدا بعد غدا غنقولوا الله يرحم الله يرحم، حنا قاعد فينا والدينا شحال سنين، ولكن كنلقاو بأننا كنشتاقوا لرؤيتهما ولو للحظة، كنفرح ملي كتشوفهم في المنام. أنا عن نفسي أكبر نعمة كيعطيها لي الله تعالى كنفرح بها لما أراهما في المنام، وكتشوفهم وكتفرح واحد الفرحة عظيمة، راه نعمة كبيرة. أنت يا سارة محظوظة عندك والديك، وربي دالك باب ليدخول الجنة. فبنتي اصبري واحتسبي، وإذا قذفوك بالحجارة اقذفيهم بالورود، اقذفيهم بالكلمة الطيبة، تدللي إليهما، تحنني إليهما، راهما حتى هما ظروفهم صعبة، وداك الشيء اللي مشالك الماضي راه غيجيك إبليس وغادي يقول لك اذكر كذا اذكر كذا، غيذكرك بالتاريخ اللي هو ماضي أليم. علاش؟ ليفزع الذين آمنوا. إبليس دوره كيبقى يذكرك بالماضي، أنك دازت لك فرص كثيرة ضيعتيها، أنك تألمتي، أنك بكيتي، أنك شقاء.
هذاك الماضي نسيه، هذاك الماضي لن يعود أبدا، ذهبت ذهب آلامه لكن بقيت حسناته. راه الرصيد ديالك في الماضي راه عامر بالحسنات. الصبر اللي صبرت على الوالدين ديالك راه كل يوم كتقضيه وانت كتبكي وصابرة محتسبة لله، راه عندك أجر وثواب لا يعلم قدره إلا الله. أي نعم داك الشقاء والمآسي راه ما يكذب عليك الكذاب يقول لك راه علم النفس، راه كيبقى في لا شعور وكيبقى في التراكمات الداخلية، وراه حنا كنهزو معنا. لا حنا ما كنهزوش معنا، أهل الإيمان ما كيهزوش. ربنا قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ما معنى ألم نشرح لك صدرك؟ يعني المؤمن من صفاته أنه كيعيش اللحظة، الماضي ما كي لا يلتفت إلى ماضيه الأليم، نسى الماضي لأن في المآسي نسيتها وبقي الأجر والثواب عندي. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ما معناها؟ داك الثقل، داك أنفاغدو، واحد الثقل فوق الظهر ديالك جروا معك. كاين فينا اللي عنده حقيبة الأحزان هز معه. أدعوك يا سارة أن تتخلصي من حقيبة الأحزان المتعلقة بالماضي، انسيها بنتي، ما تبقاش هزا معك. كاين اللي عنده حقيبة كبيرة، كاين اللي متوسطة، وكاين اللي قصيرة، وكاين اللي عنده حقائب ديال الأحزان هزوا معاه. هذا هو العذاب الأليم اللي بغى به الله، العذاب الأليم يبقى لاصقين في حقائب الأحزان، ارميها في البحر، تخلصي منها. قولي أحتسبها لله، حسبنا الله ونعم الوكيل. احتسبيها لله وربك عز وجل سوف يعوضك. واش حنا عشنا كنا، راه ماشي حنا عايشين في كوكب اخر، حنا عشنا المعاناة، ولكن تبعنا هذه الفلسفة القرآنية كتشعر بواحد الفرحة عظيمة جدا. والله اعداؤك يصيرون احباب، يعني حتى لو وقع لك شي شنآن ما يفوتش ثلاث ايام. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هادو اجانب عنك، اجانب واداك كيقول لك الله تعالى بادرهم بكظم الغيظ والكاظمين الغيظ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واش بغيتي الحظ العظيم؟ واش بغيتي الفوز في الآخرة؟ واش بغيتي أن يوم القيامة لما يجتمع الناس في المحشر بملايير الملايير الملايير البشرية، راه الزلزال ديال الحوز اللي عشنا في مراكش هذاك راه غير تذكير، ها تذكره وتبصره. الجفاف اللي كنعيشوه تا هو راه تذكره وتبصره. كورونا وازمتها راه تذكره وتبصره. اما يوم القيامه سماه ربي يوم الزحام، يوم العقاب، يوم الازفه، اذا ازفت الازفه. هذا اليوم العصيب شكون اللي غيكونوا من الناجين؟ اللي عندهم واحد الصفه، لعل الله تعالى احبك واختارك وابتلاكي بهذا الابتلاء حتى تكوني من الصابرات وتكوني إن شاء الله من الناجحات. تأكدي يا سارة إلا اقتنعتي بالكلام اللي قلت لك الآن، أرى هذيك الحقيبة اللي عندك في صدرك أرى غتزول، ومن بعد غيوقع لك انشراح الصدر، غتشعري بالفرحة والسرور، غتمشي عند الأم ديالك وغتتعاملي معها كأنك شمعة تحرق نفسها لتضيء للآخرين، لكنك لا تحترقين بل تزدادين توهجا وجمالا وجاذبية. اعلامي يا سارة بأن ذاك المحبة والأعذار اللي كتلتزم لوالديك هناك قانون تعويضات الإلهية. الله 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 الله، يا سلام على قانون تعويضات الإلهية في الدنيا، والله ذقنا منه. والله أنا عن نفسي كنقول لك هذا الكلام لم أقرأه في الكتب وإنما عن تجارب كثيرة، ذقنا من حلاوة التعويضات الإلهية. إذا أعطاك الله تعالى أدهشك، والله يرفعك إلى أعلى السماوات. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. ومن ضاق حلاوة التعويضات الإلهية كيكون في أسفل سافلين فيرفعه الله تعالى إلى أعلى عليين. بماذا؟ بخلق الصبر والاحتساب. ربي جاب لك واحد الخبيزة عندك، عندك تضيعيها، عندك تضيعيها. راه جاب لك الله واحد الخبيزة، هي ديك الميمة اللي هي مسكينة فاقدة للحنان، وهي كيف قلتي نرجسية أو ربي اللي عالم بها. خوضيها بالحنان، خوضيها بالعطف، وتحسي بأن هاد الإحساس ديال الألم اللي عندك سوف يزول قريبا، ويبدله الله حلاوة، ويبدله الله قوة. وكوني على يقين بأن المستقبل ديالك في الدنيا غادي يكون أنوار وإشراقات وأفراح وكرامات وعزة. راه كاين قانون التعويض الإلهي. احذري يا سارة، ما تسمعيش لصوت إبليس، ما تسمعيش لصوت النفس الأمارة بالسوء ويقول لك قطعي أو عاقبهم أو خليك كما أنت. الحمد لله أنت امرأة مؤمنة وأنت صابرة،
فقط وصية بسيطة، زيدي في الصبر، زيدي في الاحتساب، وأسأل الله تعالى أن يتولك بكامل العناية والرعاية، ويجعلك يوم القيامة بجوار فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنات. أسأل الله تعالى أن يدخلك الجنة من باب الصبر، تمرين على الصراط مرور البرق الخاطف، ولا شك قد نلتقي هناك. وأقول لك يا سارة، هل تذكرين الأيام الخوالي؟ نهار شكيتي علينا بأنك معذبة في الأرض، ووصيتك بالصبر أخذتي به، ها هو الآن، لأن أهل الجنة قالك سوف يلتقون وسوف يتحدثون عن أمر الدنيا. نسأل الله تعالى يختمنا بالحسنى ونكون بفضله من أهل الجنة. أهل الجنة في الآخرة كيتلقاو وكيذكروا أيام الدنيا. هل تذكر يا فلان لما كنا كذا كذا؟ هل تذكر يا فلان يوم كنا كذا وكذا؟ شكون السعداء؟ هم الصابرون، هم المحتسبون، هم الكاظمين الغيظ، هم العافين عن الناس، هم الذين يعطون ولا ينتظرون الأجر والثواب من البشر، بل يجعل ذلك لوجه رب البشر. وإذا عوضك المولى أدهشك، أدهشك. ركين بعض الصالحين في التاريخ يا ما مروا كتر منك بنتي، كيقول لك خاتمة، ماذا كانوا كيقولوا؟ كيقولوا إننا نستحي أننا نرفع رؤوسنا إلى السماء من شدة كرم الله ومن شدة عطاء الله ومن شدة جلال الله. لما ذاقوا الحلاوة قال لك والله صرنا نستحي أن نرفع رؤوسنا إلى السماء، كتلقى دائما متأطئ رأسه لأنه ضاق هذا الحلاوة دي العطاء الإلهي. فأنت ربما ربي اختارك واصطفاك، وذلك هذا الباب من تقب دي الإبرة باش تدوزي بسلام. ركي صبرتي ما فيه الكفاية، زيدي في الصبر، لن يطول هذا الصبر، وسوف تكونين من الفائزات إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم أن يحفظك ويرعاك ويجمع شملكم ويسعد قلوبكم وجميع السادة المستمعين. يا ربي يا كريم اللي عنده شي غرض الله يقضيه له، والله يجمع الشمل ويألف بالقلوب وينزع من صدورنا حد الشيطان. قولوا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا أنت ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورزقنا. لا إله إلا أنت، اللهم يا حميد يا مجيد، إياك نعبد وإياك نستعين. يا حميد يا مجيد، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا أجمعين. يا رحمن إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير. يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير. يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن حال. يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن حال. يا مفرج فرج عنا، يا مفرجا فرج عنا. ألطف بنا يا ربنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك سهل يسير. يا رحمن يا رحيم، إن عبادا لك ضاقت عليهم الحيل وانقطع عندهم الأمل، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك يا رب. يا مسهل الصعب الشديد، ويا ملين قسوة الحديد، ويا منجز الأمرين الوعد والوعيد، يا من هو كل يوم في شأن وأمر جديد. يا رب نسألك يا مولانا يا خالقنا يا رحيما بنا، نسألك اللهم أن تخرجنا أجمعين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما نطيق وما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بك يا مفرج يا مفرج. اللهم يا رب العالمين أجب دعاءنا، اللهم أعطنا سؤلنا وحقق آمالنا، اللهم اجعل الخير فيما دعونا إليه يا رب العالمين. اللهم عاملنا بإحسانك، اللهم تداركنا بفضلك وامتنانك، وتولنا يا كريم برحمتك وغفرانك. يا رب يا رب اجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ارحمنا، ارحمنا يا أرحم الراحمين. وإلى غيرك لا تكلنا، وعن بابك لا تطردنا،
ومن نعمائك لا تحرمنا. يا رب يا رب إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة شاملة من عندك يا رب. اقبل توبتنا، اللهم اقبل معذرتنا، اللهم ارحم ضعف قوتنا واغفر خطايانا. يا ربي اجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا من قلت وقولك الحق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على الوالدين، أبسط عليهم من البركات والرحمات والأرزاق. اللهم ألبس الوالدين لباس العافية حتى يهنأ بالمعيشة، اللهم اختم لهم بالمغفرة حتى لا تضرهم الذنوب. اللهم يا رب العالمين لا تجعل للوالدين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها. يا ربي يا كريم اجعل أوقات الوالدين بالذكر معمورة. اللهم أسعد قلوب الوالدين بتقواك، اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك، وارزقهما يا رب العالمين عيشا قارا وعملا بارا ورزقا واسعا. اللهم يا رب اجعلهم من الذاكرين الشاكرين الطائعين المنيبين. اللهم وتقبل توبتهم واغسل حوبتهم واختم بالحسنات أعمالهم، وإن كانوا متوفين فاللهم أنزل عليهم شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان، واجعل قبور الوالدين نورا وضياء. اللهم يا ربي واسقهم شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا، وارزقنا وإياهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل الوالدين في قبورهم سعداء، اللهم اجعل لهم النور والفسحة والضياء والحبور. اللهم يا ربي بدلهم ديارا خيرا من ديارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وجيرانا خيرا من جيرانهم. اللهم اجعلهم من القبور إلى القصور. اللهم أدخل الوالدين الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم يا رب اجعلهم ممن تتلقاهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اجمعنا يا ربنا يوم القيامة مع والدينا وأبناءنا وأحبابنا وجيراننا وأجدادنا، اجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، اجمعنا مع محمد في أعلى جنات الخلد. اللهم اجعلنا من جلسائه، واجعلنا يا رب من جيرانه. اللهم اختم لنا بالحسنى يا رب، إن الدنيا لا تساوي عندك جناح بعوضة، وإن إبليس يدخل في قلوب عبادك ليقطع الأرحام. اللهم يا رب أخرج إبليس من قلوبنا، ولا تجعل له علينا سبيلا ولا سلطانا ولا نصيبا. اللهم يا رب واملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. قولوا معنا جميعا آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.